مشروع سيفاج احد المشاريع التعاون اللي موجوده ما بيننا ومركز سيفاج هو ارشفه رقمنه الارشيف الصحفي الخاص بسيفاج. الارشيف الصحفي ده بيتكون من حوالي 1,000,000 قصص صحفيه اتجمعت على مدار حوالي اكتر من 20 سنه 30 سنه كمان يمكن اكتر من 30 سنه متناوله كل جوانب الحياه اللي كانت موجوده في مصر. المركز الفرنسي عمل على اتاحه نوع من الكتالوجينج على الماده ديت عن طريق تجميعها كمجموعه منتقاه وتخزينها على مدى السنين دي كلها. الاتفاق اللي كان ما بيننا وبين الجانب الفرنسي هنا بيقول ان احنا بنقوم بعمليه الرقمنه الخاصه بالمجموعه ديت واتاحه ادوات الكتالوجينج والتكنيكس اللي هقوم بيها الكتالوجينج اللي هيتيح للمستخدمين بعد كده الاطلاع عليها. النهاردة احنا بنحتفي بانتهاء رقمنة 500,000 قصاصة صحفية في مشروع ضخم جدا شراكة ما بين مكتبة الاسكندرية وما بين السيداج، واعتقد ان شاء الله ان ده هيكون واحد من المشروعات المهمة جدا جدا في تاريخ المكتبة وفي تاريخ السيداج. طبعا السيداج هو واحد من المراكز البحثية العلمية التابعة للمعهد الفرنسي وعنده مقتنيات كبيرة جدا جدا من الوثائق والخرائط والصحف اللي ده جزء منها، وان شاء الله هيمتد المشروع لبقية مقتنيات المركز او السيداج. والاحتفالية في بيت السناري، وبيت السناري واحد من المراكز المهمة التابعة لمكتبة الاسكندرية، وفي خصوصية كمان ان بيت السناري له او ما بينه وما بين المركز الفرنسي علاقة ممتدة تاريخيا، ان بيت السناري جزء من اهميته بيرجع للحمله الفرنسيه ووجودها هنا ووجود اللجنه العلميه المصاحبه للحمله الفرنسيه في بيت السناري.